نظمت المعارضة الإيرانية مؤتمرا في نيويورك تحت عنوان انتفاضة إيران نحو الحرية بمشاركة مسؤولين أمريكيين بينهم روي جولياني المستشار القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نظمت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة مؤتمرا حشدا في نيويورك حضره الآلاف، طالبوا خلاله المجتمع الدولي بفرض عقوبات على النظام في طهران، ورددوا شعارات تتهم النظام بالإرهاب وتطالبه بالرحيل، كما نددوا بممارساته اللا إنسانية ضد حقوق الإنسان وإعدام وتعذيب الشباب على خلفية سياسية. ندين بشدة التدخل الإيراني في دول الخليج وسوريا ولبنان والعراق وإطلاق الصواريخ تجاه السعودية، وعلى المجتمع الدولي إدانة التصرف الإيراني الذي يهدد استقرار دول الخليج وباقي منطقة الشرق الأوسط. أشارك اليوم في فعاليات هذا المؤتمر الحاشد كجزء من المعارضة الإيرانية، خصوصا جيل الشباب، هذا الجيل الذي خرج للتظاهر في جميع المدن الإيرانية على مدار سنوات طويلة، وعلى وجه الخصوص العام الماضي تحت حكم روحاني يجب أن يتضامن الشعب كله ضد سياساته المدمرة. شدد السياسيون الأمريكيون المشاركون في المؤتمر على أن إيران تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين بسبب برنامجها النووي، إلا أن مجلس الأمن عجز عن إصدار قرارات عقابية بحقها بسبب استخدام بعض الدول حق الفيتو. كيف نصل إلى الاستقرار والسلام؟ لا يوجد سبب لعدم الاستماع للمعارضة، لأن المعارضة في إيران ليس لها صوت مسموع، وهذا الأمر لا يسري على المعارضة فقط بل على الشعب الإيراني كله. الجيل الجديد يتوق إلى الحرية والديمقراطية، ويجب على النظام عدم إقحام الدين في السياسة على الإطلاق. ندد المؤتمر بتدمير الاقتصاد الإيراني بسبب تدخل النظام في سوريا ولبنان واليمن وتهديده لأمن دول الخليج، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد الإيراني وتوقف مشروعات التنمية وانهيار الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات الجريمة. التدخل الإيراني في شؤون المنطقة يهدد بنشر الإرهاب في العالم كله، وقد آن الأوان لفرض حلول حاسمة من مجلس الأمن الذي لم يحرك ساكنا منذ سنوات. إبراهيم الكندي، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.